يبحث قادة الاتحاد الأوروبي سبل توطيد وحدة القارة في قمة خاصة تغيب عنها المملكة المتحدة اليوم، ويأمل القادة وضع مسار للاتحاد الذي تعصف به أزمة اختيار المملكة المتحدة للمغادرة، كما تمزقه انقسامات شرق القارة وغربها حول أزمة الهجرة واللاجئين. ويسعى دونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي للتركيز على نقاط يتوافق عليها القادة الأوروبيون كأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والخطوات لإعداد تمكين العولمة، لتبقى المسائل الأهم قيد الدراسة قبل أو من قبل قادة دول الاتحاد. للحديث حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من بروكسل حسين الوائلي، وهو صحفي معتمد لدى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. أهلا ومرحبا بك أستاذ الوائلي. يعني بداية، ما هو المطروح في القمة بالنسبة لتجاوز مرحلة خروج بريطانيا وما له من تأثيرات على الاتحاد؟ حقيقة هناك ملفات عديدة مطروحة حتى اللحظة، يعني ملف الهجرة، ملف اللجوء، الأمن، الإرهاب، انقسام الأوروبي ضمن هذه الاستراتيجية، وكذلك انقسام أوروبا على بعد انسحاب بريطانيا من المؤسسة الأوروبية. كل هذه الملفات أعتقد بأنه هي تأخذ بعد قد يكون مقلق جدا للقارة الأوروبية وكذلك للأعضاء المنضمين تحت رأس الاتحاد الأوروبي. الموضوع يعني بحاجة إلى كثير من النقاشات العميقة، هذا ما قالته أنجيلا ميركل عند وصولها إلى عاصمة برتسلافا. إذا الموضوع الذي استفاقت عليه أوروبا بعد القمة الأوروبية وبعد انسحاب من بريطانيا أدخل القارة الأوروبية في جدل، هو إلى أي مدى أن يكون هناك تماسك حقيقي ما بين دول الأعضاء حيال هذا الأمر. نعم، طيب، يعني من المواضيع المهمة أيضا الحديث عن أزمة اللاجئين وعن تقسيمهم بين الدول الأوروبية، ما هو المتوقع حيال هذا الملف تحديدا؟ حقيقة هذه موضوع جدلية جدا ما بين دول الأعضاء، ومن الصعب جدا التوافق في هذه القمة حول هذه الاستراتيجية، لأنه كما تقول أنجيلا ميركل بأنه هم بحاجة إلى أكثر من قمة حتى يتم تسوية المواضيع جميعها وكذلك الوصول إلى اتفاق أو توافق حول مسألة اللاجئين والمهاجرين. هناك يعني رؤية واختلاف في الرؤى تقريبا ما بين دول الأعضاء، الشمال والجنوب وكذلك الشرق والغرب، بمعنى انه بولندا والمجر وسلوفاكيا وبولندا والتشيك الدول من الدول التي الرافضه الى تقسيم او استضافه مجموعه من اللاجئين، خصوصا اللاجئين الذين يحملون الهويات الاسلاميه، بينما تتكدس هناك اعداد هائله، يعني قرابه 1,200,000 شخص فقط في المانيا. بمعنى اخر حقيقه هناك هو وبون شاسع في الرؤى ما بين دول الاعضاء، فمن الصعب جدا الوصول. ولكن هذه القمه هي قمه لاختبار الى اي مدى بانه الاتحاد الاوروبي هو مؤسسه قائمه قادره على الصمود ازاء التحديات، يعني وكذلك مواجهه التحديات خصوصا العالميه. من بروكسل كنت معنا حسين الوائلي الصحفي المعتمد لدى الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، شكرا جزيلا لك.